نوبل للسلام، هذه الجائزة تذكرنا بألفريد نوبل، وأنت ذكرت ذلك في الكلمة التي ألقيتيها حينما تسلمت هذه الجائزة، وقلت إنه كان يحلم بعالم أفضل، وهذا ما سعيت أنت إليه. هل تعتقدين بأن الربيع العربي وبأن هذه الجائزة في خضم ما يحدث منذ بدأ الربيع العربي في الانطلاق من تونس؟ لا ينبغي أن ننسى أنه بدأ من بوعزيزي من تونس. هل تعتقدين أن ذلك يدفعك ويدفع غيرك إلى الأمام في دول الربيع العربي؟ جائزة نوبل للسلام هي تحمل أكثر من معنى، وكما قلت لك هو عصر الشراكة مع الشعوب. هي تحمل رسالة حقيقية من المجتمع الدولي لشعوب العالم النامية والشعوب العالم العربي وقبلها للشعوب الإسلامية، بأننا فهمناكم، بأنكم لستم تلك الشعوب الإرهابية والمتخلفة. هي كذلك بأننا سمعنا لكم، تحمل ذات الرسالة لشباب الربيع العربي الذي صاح وصرخ في الطرقات هاتفا بإسقاط الدكتاتوريات وهاتفا بإقامة الدولة المدنية الحديثة. كذلك أنها وقفة إجلال من المجتمع الدولي لدور المرأة العربية التي لطالما ظلمت نفسها وظلمها مجتمعها وظلمها العالم بأكمله حينما كان ينظر إليها بأنها مجرد ضحية. الآن ينظر المجتمع الدولي لهذه المرأة بأنها ليست مجرد قائدة حتى في الثورات، هي الصانعة للمستقبل، هي الصانعة للسلام، ولا هناك أصعب من صنع السلام في عالم علت عليه أصوات القنابل والراجمة طيلة الفترة السابقة. فهي نعم جائزة نوبل هي كذلك امتنان من المجتمع الدولي للثورة الشعبية الشبابية السلمية اليمنية، وهي كذلك تقول للشباب الآن الحر، لأولئك الذين يفترشون الطرقات، لأولئك الذين يعيشون في الخيام، لأولئك الذين تنازلوا عن أسلحتهم طواعية وماتوا طواعية وهم يهتفون سلمية سلمية، تقدير منهم لثورة الشعب اليمني السلمية الحرة. كيف تردين على من يقول إن الجائزة في جانب منها، طبعا دون انتقاص أبدا من قدرك لمن منحوك الجائزة، ولكن البعض يقول إن جائزة نوبل السلام لتوكل كرمان هي مغازلة للمرأة العربية بالمعنى القويم طبعا، وكأنها يعني محاولة للدفع بالمرأة العربية والمسلمة إلى يعني دخول معترك السياسة ودخول معترك الحياة الفكرية وتغيير وجه العالم. هل تعتبرين أن هذه سبة إذا صح التعبير؟ لا، هذه ميزة. يعني يجب على المرأة العربية وقبلها المرأة المسلمة وقبلها المرأة في جميع أنحاء العالم، عليها أن تدخل المعترك السياسي، عليها أن تعلم أن هذا واجب مقدس، أن لديها دور حقيقي في بناء مجتمعها، بناء أوطانها، بناء العالم الذي تحيا فيه. عليها أن تكون دوما جزءا من الحل ليس جزءا من المشكلة. بالعكس، أنا أرى أن هذه الجائزة التي يعني في هذه السنة أعطيت لثلاث نساء وليست لتوكل فقط، هي كذلك يعني تقول بأن العصر القادم هو عصر المرأة، ويجب أن يكون كذلك. لطالما غيبت المرأة وهمشت المرأة وبتدهور وتغييب المرأة عن الحياة العامة تدهورت الأوطان وتدهور معها كذلك العالم. المرأة هي حجر الرحى الذي يراهن عليه الآن المجتمعات الكبرى، وهي الآن المستند أو الركن الأساسي التي يستند عليه مجتمعاتنا العربية في بناء الأوطان. فلا، بالعكس بالعكس. أنت ذكرتي أربعة خطوات لكي يكون هناك مجتمع قويم، وهذا ما ذكرتيه في كلمتك لدى تسلم الجائزة، وهي نقطة مهمة سأتطرق إليها في سياق هذا الحديث. دعونا نستمع إلى بعض من يريدون أن يتحدثوا إلى توكل من خلالي. حنان إبراهيم من السودان. حنان، أهلا بك. حنان، هناك مشكلة على ما أعتقد في سمية. أهلا بك سمية. سمية، هل تسمعيني؟ أول شيء في البداية تفضلي. أول شيء في البداية بحب أهنئ العالم الإسلامي على توكل، على الحجاب اللي ترتديه أمام جميع العالم، ثانية على إنها أول عربية تنال هاي الجائزة. أنا سؤالي لتوكل، هل استحقت جائزة نوبل بسبب تيار الثورة؟ هل تعتقد أن استنادها لجائزة نوبل بسبب الثورات، ولا أنه هي بسبب أنه هي قائدة حقوقية أو قيادة حقوقية في اليمن؟ توكل.
هل تعتبري أن هذه الجائزة منحت لك بسبب ما حدث في دول الربيع العربي وأنت قدتي جانبا كبيرا من الحراك السياسي اليمني؟ نعم، أم لأنك ناشطة من الأساس ولأنه لك بالفعل تاريخ نضالي منذ عدة سنوات؟ أنا حقيقة لا أحب أن أحتكر الجائزة في شخصي، الجائزة هي حقيقة منحت كما قلت لك لعدة أسباب، وقالها يعني رئيس جائزة نوبل. هي لشباب الربيع العربي، هي للمرأة العربية، هي كذلك لتثبت للعالم بأن الإسلام ليس عدو للديمقراطية. نعم في جزء منها لأنه كان هناك يعني لجنة نوبل تتابعني منذ بداية 2006، منذ بداية الاعتصامات والتظاهرات، لكن كما قلت لك بأنه لا، لولا ثورات الربيع العربي ولولا دور المرأة القائدة في هذه الثورات، ولولا أن الإسلام فعلا أثبت خلال المرحلة الأخيرة بأنه ليس دين الإرهاب ولا دين التطرف كما كان يراد إظهاره بتلك الصورة من قبل الدكتاتوريات، لما حصلت على الجائزة. نعم فاطمة، سؤال آخر. تفضلي 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 سمية. عندي سؤال آخر، هي تتوقع أنه هل هناك رح يبرز دور للمرأة بعد الثورة في اليمن؟ يعني هل هي تتوقع رح تبقى مستقبل اليمن المرأة زي ما توكل تنظر إليه؟ المرأة اليمنية بغض النظر عن هذا سؤالنا لكم كذلك في حلقة اليوم في نقطة حوار سمية، هذا السؤال أيضا مطروح كي تجيبي عنه أنت وكي يجيب عنه المشاهدون والمستمعون الكرام، ولكن توكل أجبت عليه سابقا بأن العصر القادم هو عصر المرأة. أنا متأكدة من أن المرأة ستقود كافة تفاصيل الدولة. طبعا أنا لست ممن يتحيز